أولى محطاتنا لليوم عن موضوع كتير مهم سلمى. كتير بنسمع إنه المرأة الحامل لازم تحكي مع الجنين، قديش مهم التواصل مع الطفل الجنين داخل الرحم، خصوصا من خلال اللغة والكلام. ويمكن في كتير من الناس بتقلك أنا بحاول بالأشهر الأولى سمعوا لغات أخرى لاكتساب كلمات ولغات بالمستقبل بطريقة أسرع. أكيد نور، ومع مرور الوقت وبعد ما يمر شهر ورا شهر ورا شهر ويبلش يكبر هذا الطفل ويبلش شوي شوي يعمل شيء اسمه مهارات التواصل، وهي المهارات اللي طبعا بتدربوا عليها الأم هي بالبداية. صحيح. يمكن هي أول معلم للطفل هي والدته. كيف ممكن تعرف الوالدة بأنه مهارات التواصل عم بيعاني فيها مشكلة هذا الطفل، أو عنده مشكلة بالنطق بالكلام بالتعبير؟ كل هاي التفاصيل وغيرها من الأسئلة رح تجاوبنا عليها ضيفتنا الاختصاصية بالاستوديو الأستاذة رانيا عازر، ماجستير بتقويم الكلام واللغة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباحكم صباح النور. يسعد صباحك. عم نحكي اليوم عن موضوع كتير مهم، التواصل عند الطفل. كتير كنا نسمع أنه قديش مهم فعليا تتواصلي مع الجنين خلال مرحلة الحمل، وقديش هي بتساعده على اكتساب مهارات بالتواصل، وخصوصا يمكن فينا نقول مخزون اللغة. خلينا نحكي من البداية لكل الأمهات يمكن الحديثات أو هلأ الحوامل، المهارات التواصل عند الطفل إذا بنقول من البداية لما يكون برحم الأم. هلأ بنحكي عن مهارات تواصل. أول شيء نحن في عنا تواصل لفظي وتواصل غير لفظي. التواصل اللفظي هو باستخدام اللغة اللفظية منطوقة، أما اللغة الغير لفظية الطفل بيستخدم إشارات، إيماءات، حركات، تعابير وجه. هلأ الطفل نحن بنقول طبعاً أنه من الولادة هو ببلش يطور هاي المهارات. كيف؟ من خلال الاستماع. هو بيستمع للأصوات اللي موجودة ببيئته وبيحاول يقلد هاي الأصوات. أكيد مو من الشهر الأول هو رح يسمع الصوت ويقلده. مثلاً بالشهر الرابع للشهر السادس لما بيسمع أصوات بيصير الطفل يناغي. بيطلع أصوات مثل با، ما، أم. بعدين هاي الأصوات ببلش يطورها، مثلاً بالسبع شهور لتقريباً السنة بتصير عبارة عن مقاطع، بصير بيدمج هاي الأصوات مع بعضها. أوقات بتكون مقصودة وأوقات بتكون غير مقصودة. إذا الأهل تجاوبوا مع هاي الأصوات وعززوا للطفل، ابتسموا أو رجعوا قلدوها، فالطفل رح يكون منها كلمات وبيستخدمها بحياته. هاي أول مهارة ممكن الطفل إنه يستخدمها، هي مهارة الاستماع. كتير الأطفال بيقلدوا أي شيء بيعملوه الأهل قدامهم بيقلدوه. مثلاً الحركات كتير مهم الأهل يستعملوا مع الأطفال حركات، مثلاً يزقف أو يلوح بإيده بده يروح باي. كتير مهمة إنه تقليد الحركات لأنه هي بتهيئ الطفل بعدين لحتى يقلد حركات أعضاء النطق أو بيقلد حركات وجهي تعابيري. كتير الأم حلو إنه هي تبالغ بحركات أعضاء النطق لحتى يقدر يمكن ياخذ طريقة النطق الصحيحة. تماما. من رسم الشفايف، طريقة أكيد. اللسان، هي كلها تفاصيل كتير مهمة. خلينا نبلش نقول ايمت ببلش فيها الغلط وايمت بنكون ماشيين فيها على الطريق الصح. احيانا تمام. الام بيكون جزء من هذا الخطأ بطريقة التعليم الخاطئة للطفل، واحيانا لا، هو نفسه الطفل بيكون عنده مشكلة. شو هي الاشعارات اللي بتدلنا انه لا هون في مشكلة، خلينا نبلش نلاقي حلول لها؟ هلا المؤشرات، اول شيء في عنا امهات ما بتتفاعل مع اطفالها. يعني الطفل من الشهور الاولى هو بيضحك اذا شاف لانه وجه الام بيكون كثير مألوف بالنسبه له. بثلاث شهور الاولى اذا هو شاف امه او سمع صوتها الطفل بيهدى. صحيح. بيوقف عن البكي، فالام لازم تتفاعل مع هاي مع تفاعلات. يعني الطفل عم يحاول انه يتفاعل معنا، الام ما عم تعزز له هالتفاعل، ما عم تضحك بوجهه، ما عم ترجع تعيد وراي اللي هو عم بيقوله او عم يحاول انه هو يعبر عن حاله. فكتير مهم انه نحن نعزز محاولات الطفل لحتى يتواصل معنا. طيب خلينا نحكي قديش فعليا مهم التواصل مع الطفل، مثل ما انه هو بيعمل له مخزون، يعني مخزون. صح. فينا نقول عاطفي، مخزون من الكلمات ليقدر يتواصل مع المحيط واللي حواليه. بس ايمت ممكن الام تعرف انه في عندها مشكله عند طفله؟ لانه في حالات مثل ما قلتي تلاقي من الولد ما كتير بيتواصل لانه الام، مع انه هو ما عنده مشكله. بس ايمت انا ممكن اقول اعرف انه في مشكله بالتواصل، ان كان في النطق او في اللغه عند الطفل، لاقدر فعلا اعالجها من البدايه؟ طيب كمؤشرات نحن بنشوف الطفل ما بيتفاعل، مثلا ناس بيسلموا عليه بيضحك، ما بيتفاعل، ما بيبدي اي رده فعل. ما بيلتفت لمصادر الصوت. الطفل ما بيناغي، ما بيطلع اصوات.
طفل مثلا بساله وين الكاسه، ما بيعرف يدل عليها، ما بيفهم انا شو عم اطلب منه. طفل ما بيقلد حركاتي، يعني هو ما عم يقدر لا يعبر لا لا بالاصوات ولا بالاشارات ولا بالايماءات. فهي بتعطيني مؤشرات انه الطفل عنده مشكله. يعني نحن دائما بنحكي انه قبل ما يطور اللغه الطفل هو في مرحله بده يمر فيها بنسميها مرحله التطور ما قبل اللغه. هاي هي بتكون فيها تقليد، بيكون فيها حركات اشارات، بيكون في انتباه مشترك. مثلا الام عم تلعبوا بالسياره، لازم الطفل والام يكونوا مركزين على نفس الشيء. هاي المرحله كثير مهمه بحياه الطفل، وخلال هاي الجلوس مثلا الام مع الطفل وعم بيركزوا على لعبه او على حدث صاير بالبيت مثلا، الام خلال هاي الفتره هي بتحاول انه تحكي للطفل، مثلا بتقول له هاي كاسه، هاي كاسه بنشرب فيها حليب. يعني بتحاول دائما انه تخلق مثل جو تفاعلي بينه وبين الطفل وتدخل فيه الكلام واللغه. طيب استاذه خلينا كمان نحكي اليوم اذا بلشنا بخطوات الحلول، يعني اكتشفت الام انه في مشكله واضطرت انه هي خلص انا بدي اروح لعند استشاري بالنطق والكلام، خلينا نقول شو الخطوات اللي بتبلشوها معهم ومع العائله. هلا اول ما بتجي الحاله اول شيء بنعمل لها تقييم، بنرجع للتاريخ الطبي، بنرجع للتاريخ الحمل، الام لما كانت بالحمل شو المشاكل، اذا صار معها اي مشاكل، اذا كانت تاخذ اي نوع من الادويه خلال فتره الحمل، كيف كانت ولادتها، طبيعيه قيصريه، ناخذ مرحله نمو الطفل. كل هذا بياثر اكيد. باخذ مراحل نمو الطفل، امتى زحف، امتى مشي، امتى طلعوا اسنانه، امتى نطق اول كلمه. فكل هاي الامور اول شيء بناخذها بالتقييم حتى نعرف الام وين بدنا نوجهها. واهم شيء واول شيء بنقول دائما نتاكد من سلامه حاسه السمع عند الطفل. هي نقطه كثير مهمه أكيد. لانه بيقول لك احيانا الطفل بيتاخر لانه عنده اساسا مشكله بالسمع، فمخزون السمع عند فيه مشكله. بس لما نقول الطفل مر بمراحل طبيعيه، يعني قبل مرحله اللي فينا نقول النطق والكلام كان تواصله سليم، بس بالاول الاخير عم نشوف يمكن السنوات الاخيره في تاخر بالكلام عند كثير من الاطفال مع انه ما عندهم مشاكل. هون شو بيكون يمكن البيئة المحيطة بتلعب دور؟ يعني أنا مريت أكيد. بمراحل سليمة بلشت عند الكلام، بيقول لك إنه مثلا والله أخوه لما كان عمره سنتين كان يحكي، هلا هو على 3 سنين 3 سنين ونص تأخر. وبتختلف قدرات فينا نقول ومهارات من طفل لطفل، يعني ما فيني أنا أقول هذا الطفل معه مشكلة لأنه قدراته والمهارات عند الأطفال مختلفة. صح. هلا دائما نحن قلنا إنه في مراحل تطورية، دائما في عندي شيء بيمشي على كل الأطفال، إنه مثلا بالمرحلة من الولادة للسنة هو بيطور هاي المهارات. نرجع من السنة للسنتين في عنده مراحل لازم يمر فيها الطفل. لما بشوف انه الطفل ما مشي بهاي المراحل وتأخر انا لازم استشير اختصاصي نطق. قلنا بنتأكد من سلامة حاسة السمع. اوقات في اطفال بيكون عندهم مخزون لغوي. يعني هنن مخزنين من البيئة بس هنن اسا ما انتجوها. فانا بنطر شوي على هذا الطفل. في اطفال يعني انه بكون عنده مشاكل نطقية بس عنده لغة. في أطفال عندها مشاكل مثلاً كلامه ما هو مفهوم، فأنا لازم استشير اختصاصي النطق بهاي القصة. طيب مجالات متعددة اليوم أنتم بيدخل عملكم فيها، مو بس صح. فقط اللي عنده مشكلة بالتواصل أو بالنطق، أيضاً بمرحلة من المراحل التعليمية أيضاً يدخل عملكم حتى مع الأطفال اللي عندهم مو مشكلة عادية، ممكن يكون عندهم اضطراب توحد أو غيرها من الاضطرابات، ممكن يلجأوا لكم. خلينا نحكي عن مجال عملكم باختصاصات متعددة وأيضاً فئات عمرية متعددة عند الأطفال. هلا نحن دائما بيقال عنا انه مدربين نطق، يعني من نحن بس بنطلع صوت مثلا صوت الاس صوت الكاس صوت لام، هاي المعلومه كثير غلط خاطئه. ايه فنحن اسمنا اختصاصي بتقويم الكلام واللغه، لانه نحن بنعالج اضطرابات نطقيه، اضطرابات لغويه مثل التاخر اللغوي الناتج عن نقص سمع، ناتج عن اضطراب طيف التوحد ومتلازمات اخرى. بنعالج اضطرابات التلاقي الكلاميه مثل التأتأة او السرعه الزائده بالكلام نسميها الكلاترينج. نعالج الاضطرابات اللغوية يلي منشأها عصبي، يعني نتيجة جلطة دماغية أو طلق ناري. كمان منعالج حالات صعوبات البلع وحالات صعوبات التعلم كمان. طيب خلينا نحكي قديش مهم يمكن التواصل معكم بالمراحل الأولى لأنا فعلاً حل المشكلة مع الطفل على بكير. صح. لأنه في كثير من الأهل يمكن ما بيعترفوا أنه طفل عندهم مشكلة بالتواصل أو عندهم مشكلة بالنطق، بس لما نتواصل بالمراحل المبكرة قديش بتأثر على النتيجة بالمستقبل؟ هلأ أكيد الطفل يلي ما رح يتكون مثلاً، نحن بنقول عن اللغة هي عنا 5 مكونات. في عنا شيء اسمه وعي فونولوجي، في عنا شيء نحو كيف الطفل بيركب جملة صحيحة،
في عنا معاني الكلمات، إنه مثلاً كل كلمة ممكن يكون إلى معنى مختلف أو أكثر من معنى. في استخدام اجتماعي، يعني الطفل كيف بيحكي مع الناس الغرباء بالطريق، كيف بيحكي مع أهل بيته، مع أستاذه بالمدرسة، هاي بتختلف. هاي كلها مكونات اللغة الخمسة نحن بنشتغل عليها. بس الطفل إذا ما يعني ما مشي بهاي الخطوات فهو أكيد رح يكون عنده مشكلة فيها. فأنا لازم أشتغل محل ما الطفل واقف. طيب هاي خطوات أيضا مهمة، ويمكن أكثر شيء بنسمع عنه إنه الاستمرارية. يعني أنا مو أول ما أشوف بس شوية تحسن خلص بقطع الجلسات وبطل كمل. خليني أحكي عن الاستمرارية ودور الأهل ما بعد تدخلكم، لأنه أنا بعرف إنه أنتم كمان توجهوا الأهل لتوجيهات معينة وتمارين يمكن هن بيكونوا مساهم معكم فيها. هلأ الأهل هن نعتبرهم هن إلهم الدور الأكبر، لأنه الطفل بيجي لعند الاختصاصي جلسة بالأسبوع أو جلستين، فالأهل هن عليهم الدور الأكبر. هلأ نحن بنكون بعد ما قيمنا الطفل رح نكون حطينا خطة علاجية لهذا الطفل، وبنمشي بكل هدف. دائما في متابعة من الأهل، يعني الهدف اتاخذ بالجلسة هو بده يتعمم بالبيت. يعني مثلا أنا أعطيته مفهومين، بده يميز لي بين موزة وتفاحة، فهو بالبيت بده يرجع. أنا ما فيني أعرفه على كل الفواكه الموجودة. الأم هي شغلتها هي اللي تتابع مع الطفل وتعمم، تعرفه على كل أنواع الفواكه الموجودة. طيب خلينا نحكي لكل الأمهات اللي عم يتابعونا المراحل الطبيعية اللي بيمر فيها الطفل ليوصل بمرحلة النطق ومرحلة تعلم اللغة، شو هي لتقدر فعلا تنتبه إذا فعليا عنده مشكلة ولا لا؟ تمام. هلا أنا إذا بدي أحكي من الولادة لثلاث شهور، الطفل لنا تواصله غير لفظي، يعني ما بيستخدم لغة، بيبتسم لما بده يكون جوعان أو مرضان أو تعبان، هو بيصرخ وبيبكي بنغمات وبشدات مختلفة بتزيد. الطفل بيراقب كل شيء حواليه. صحيح. الطفل ببلش يطلع أصوات، ببلش يحب يسمع الموسيقى، بينتبه للآلات اللي بتطلع أصوات، بيقلد الإشارات، بحب كثير الطفل لعبة الغميضة، بحب انه يبادلك الدور. انا بهاي الطريقة لما بعلمه هاي اللعبة خلي انه هو يتعلم انه في دور، لانه هو بالايام بس يكبر رح يصير يحكي حوار، يكون في شخص عم يتواصل معه، فهو بيتعلم انه هو بده يسمع الشخص وبعدين بيجي دوره هو لحتى يحكي. فهاي الالعاب كثير بتعلم الطفل بانه تبادل ادوار مع الاشخاص الثانيين. بعدين الطفل إنه بصير بيناغي، بعدين بصير بيطلع مقاطع صوتية، بعدين بيحكي الكلمة الأولى بنهاية السنة الأولى. ممكن للسنة ونص تقريباً نحن بنقول إنه الطفل بصير عنده 50 كلمة أولى، هي الكلمات اللي بيستخدموها بالبيت، يعني الكلمات البسيطة المألوفة بالنسبة للطفل. من السنة ونص للسنتين الطفل بصير بيحكي جمل من الكلمات اللي بيعرفها، ببلش بجمل طلبية، بعدين جمل اسمية، بعدين جمل فعلية، وهيك لحتى يتعلم قراءة وكتابة حتى يوصل للمدرسة. يعني هي فكرة كتير مهمة، ويمكن الواحد بيفكر انه هي بس مجرد حركات رح تنعمل. صح. مجرد، ولكن هي لا، هي طريقة فعلية للنجاة بالطفل من انه يفوت بمشكلة ممكن يصير الشغل عليها بالكبر اصعب. وهون بدي اسألك، هل بيجيك احيانا حالات على كبر؟ خصوصا مثلا التأتأة وغيرها من اللي بيعاني مشاكل عصبية أو بيعاني من صدمات، كيف بيتم التعامل؟ وخصوصا في ناس بتستحي تروح لعند يعني تواجه هيك نوع من هاي المشاكل. هلا حالات التأتأة هي للصغار وللكبار، كتير بيجينا حالات إنه كبيرة بالعمر، وفي حالات إنه عندها وعي كتير تام بمشكلتها. أكيد كمان نحن في خطة علاجية هلا حسب حالة كل شخص. يعني احنا بنعرف التأتأة هو اضطراب تلاقى كلامي، هو لا نطق ولا هو اضطراب تلاقى كلامي. فنحن بنشتغل مع هذا الشخص اول شيء على تنظيم التنفس، لانه هو عنده مشكله بتنظيم تنفسه، وبنعمل على زياده مده تصويته، طول النفس كمان، طول النفس عنده بيكون قصير، بيكون عنده تكرار احيانا، اطاله، يعني بيكرر الصوت او بيطول او بيصير معه احتباس، يعني انه ما بيقدر يقول، بده بيعمل هيك بعدين لحتى يقدر يقول الصوت، بصير عنده مثل احتباك. إضافة للشيء هو بيكون عنده مثل سلوكيات ثانوية، مثلا بيرمش بالعين، بحرك إيديه، بحرك إجريه، بيكون متوتر، ممكن يعمل هيك بإيديه، أو ممكن يكون كتير راخي، بيكون في أصوات كتير بيشد عليها. فنحن حسب كل حالة بيكون إلى خطة علاجية. أو في أشخاص كتير من حالات التأتأة مثلا عندها مشكلة بأنه تحكي على التليفون، بتتلبك كتير، إذا شافت أشخاص غريبين عنا كمان بتتلبك.
فنحن بنصير بعد ما نمرق معه بعدة خطوات بنصير بنعرضه لهاي المواقف اللي هو بخاف منها أو بتسبب له إحراج. مواجهة تماما. أكيد بدنا نشكرك أستاذة رانيا عزار على وجودك معنا، ويمكن معلومات جدا مهمة بتأثر بالمستقبل على تربية الطفل واكتساب مهاراته. شكرا كثير لك. شكرا كثير لكم.